رياضيا، اختتم فرع حزب الإصلاح في محافظة البيضاء الدوري الرياضي الأول في كرة القدم الذي نظمته دائرة الطلاب بالمكتب التنفيذي بمناسبة الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر والذكرى 34 لتأسيس الحزب. وفي حفل التكريم أكد رئيس طلابية إصلاح البيضاء عبد الله مهيوب الفقيه أن الدوري الرياضي يأتي في إطار اهتمام الحزب بشريحة الشباب والطلاب باعتبارهم عمود الحاضر وأمل التغيير والنهوض بالوطن. وأضاف الفقيه أن الدوري الذي أقيم بمناسبة أعياد ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر يهدف إلى ترسيخ ذكرى الثورتين في ذهن الأجيال وتنمية قيم الولاء الوطني ورفض المشاريع السلالية والعنصرية وكافة أشكال الاستبداد والاستعباد. تزامن مع الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر، تم افتتاح الدوري الرياضي وتدشينه قبل أكثر من نصف شهر. هذا الدوري الذي شارك فيه أكثر من 120 شابا من مختلف الأعمار والفئات والمستويات الدراسية. شارك في هذا الفريق أربع مجموعات وشارك في هذا الدوري أربع مجموعات، تأهل فريقان في ختام هذا اليوم. صاحب هذا الدوري برنامج ثقافي، محاضرة وندوة سياسية ومسابقة ثقافية، وكان هذا الدوري كله تزامنا مع ذكرى تأسيس الإصلاح، مع الذكرى 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح وذكرى ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. توج نادي اتحاد حضرموت بكأس بطولة الدرجة الثالثة بعد فوزه على نادي سيئون بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت على ملعب استاد سيئون الأولمبي. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 20,000 مشجع إلى جانب حضور رسمي ممثل بعدد من القيادات المحلية. أجواء رياضية مثيرة تسيطر على مجريات المباراة النهائية لديربي مدينة سيئون ضمن تصفيات أندية الدرجة الثالثة في محافظة حضرموت. المباراة النهائية جمعت نادي سيئون ونظيره نادي الاتحاد وسط حضور جماهيري ومشاركة رسمية بارزة، وهو ما أضاف زخما إلى أجواء المنافسة. في الشوط الأول من المباراة تمكن نادي الاتحاد من تسجيل هدف مبكر بقدم اللاعب عبد الله بن عولة الذي منح فريقه الأفضلية ليختتم الشوط الأول متقدما. أما الشوط الثاني فقد شهد لحظة حاسمة حين حصل نادي سيئون على ركلة جزاء كانت الأمل للعودة في المباراة، لكنها ضاعت بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة والقائم الأيمن لمرمى الاتحاد، لتبقى النتيجة على حالها ويحرم سيئون من هدف التعادل. هتافات الجماهير التي لم تهدأ وروح التحدي التي أظهرتها روابط مشجعي الفريقين أضافت طابعا استثنائيا على اللقاء، فيما زينت مدرجات استاد سيئون الأولمبي بلوحات التيفو لتجسد شغف الجماهير وحبها الكبير لكرة القدم. جاء تأهل نادي الاتحاد إلى هذه المباراة بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة جامعا 12 نقطة من جميع مبارياته ليحجز مكانه في دور الثمانية. أما نادي سيئون فجاء تأهله بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد. في منصة التتويج رفع نادي الاتحاد كأس البطولة بعد فوزه بهدف وحيد على نادي سيئون الذي اكتفى بالمركز الثاني، وبهذا تأهل الفريقان معا إلى تصفيات أبطال محافظات أندية الدرجة الثالثة في إطار سعيهما للصعود إلى الدرجة الثانية. عبد الله مؤمن، يمن شباب، سيئون.